السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت حطيت البارح فيديو على قياس سرعة الانترنت، وكنت نحيت الفيديو. راح نشوفه مقتطفات من هذاك الفيديو ونعود نكمله مع بعض. كيما نشوفوا هنا 0.29، مباليش واش كتبت لهنا 0.42. بعد ما شفنا هذاك التيست راح نحكي لكم على حطيت الفيديو هذاك. حقيقة البارح كنت نحكي مع سيرفيس كليون تاع موبيليز، بارك الله فيه، يعني 3 سوايع هو يحكي معايا، يعني هبلته مسكين. ومن بعد قلت له نحط لك فيديو باش تشوف قوة الانترنت عندي كيفاه. حطيت الفيديو هذاك في القناة، شاف هذاك الفيديو، هو يعني تسمى اللي عرف البروبلام اللي عندي، وبارك الله فيه. حقيقة قال لي الصباح يكونوا عندك سيرفيس تكنيك. اليوم الصباح 8 الصباح كيف لقيت سيرفيس تكنيك تا ولاية قالما، ناس ثاني بارك الله فيهم جاو لهنا وداروا التست للانترنت، والناس ما شاء الله يعني شرحوا لي كيفاش راهم يخدموا، كيفاش الطريقة اللي يخدموا بها، وكيف الطريقة اللي تستيو بها البلدية تكل، وكيف يتعاملوا مع الكليون. يعني ما شاء الله. دركا باش نتفقوا لك نعطيكم هو وشرح لي كيف الإنسان يقوي الانترنت تاعو، وانا بالطبع ثاني راح نشرح لكم كيف كل شخص يقدر يقوي الانترنت تاعو. راح نديروا التاسع اليوم الانترنت كيف ولات. كيما نشوفوا مع بعض رحنا نضغط على سبيد تيست اللي كنا استعملناه البارح، حنشوفوا مع بعض. كيما نشوفو طلعت 40 43 45. درك نشوفو الثانية، البارح كانت 0.40، يعني 45.2 47.5. ما شاء الله ما شاء الله. درك نحكي لكم الإشكال وين كان. اولا كيما حكى لي تاع سيرفيس تكنيك لازم يكون التليفون تاعك يكون مليح، هذه الحاجه الاولى، ما يكونش التليفون من القدم هذوك. الحاجه الثانيه لابيس تاعك لازم تكون 4G. انا لابيس تاعي كانت 4G، وشن هي ماهيش جديده، ماهيش ما كان مديرين دي بيس جدد تاع 4G، لازم تروح تبدل. دركا هو كي شرح لي وليت انا رحت لاجونس تاع موبيليز، ديت معايا فوتوكوبي تاع لاكارت و 10000، بدلوا لي لابيس، خرجت لي 4G. وكيما نشوفوا مع بعض هاي قوة الانترنت قد ما ولات، يعني ما شاء الله. اذا انا واش نقول لكم، اللي عنده مشكل في الانترنت مع موبيليز وما تخرجلوش هنا الكات جي، يروح يبدل لابيس تاعو، يقلبها 4G باسكو مخدمو شغل بيس جديد على ما اظن، وفي نفس الوقت يشوف الهاتف تاعو. لكن الهاتف تاعو قوي راح تعطيه نفس القوه اللي عندي هنا، وما شاء الله. يعني دركا
يعني حبيتنا أي حاجة نفتحها في ثواني. قبل كنت نعاني، خلا بالك بيا، كنت نعاني مع لي فيديو باش نطلعهم بالويفي. الآن ما شاء الله، هذه شو نقول لكم، بارك الله في الجميع كل، نشكر سيرفيس كليون تعبناه معانا، سيرفيس تكنيك، نشكر ثاني لاجونس موبيليس تاع ود زناتي ثاني ما شاء الله. هذا واش راح نقول لكم، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.